إن شاء الله وقت لاقي الوظيفة بقدر بفكر بالخطوة اللي جاية. عمي في عنده صالة عرض كبيرة وقال لي إنه لازمه مدير. خلينا نحضر شيك بقيمة 5 ملايين، مشي شركة منافسة لشركة حياة. هيك ببين إنه زاهين خاننا وباع مشروعنا لهي الشركات المنافسة مقابل هال5 ملايين. قلتي لو أني طلقتك بوقتها؟ ما أنت اللي رفضتي، أنت إجيتي لعندي وقلتي لي تعا وتحمست وما رضيت زعلك ووافقت معك. أنا صاحب فكرة زواجنا ولا أنت؟ السلام عليكم، كيفكن؟ أنا منيحة بصراحة. أنا اتصلت فيك لأطمن على صحتك وأعرف كيفك. أنت ما بتتصل فيني أبداً. خجلان منك بصراحة يا أختي. شي طبيعي تكون خجلان أخي إحسان. بالأول تزوجت أنت فجأة وهلأ بنتك تزوجت مثلك. واضح أنت كيف صرت ما عم تهتم بعلاقاتك وبسمعتك. كيف بدنا نقدر نواجه الناس بعد كل اللي صار هلأ؟ فكرت بهذا الشيء؟ مو هيك القصة. كل هاد بسبب غباء بنتي سارة، بس أنا قريباً رح حل القصة. لا تنسى يا أخي، أولادنا بيتعلموا منا. يعني وإذا بلشت بنتك تقلدك شو رح تقدر تساوي بخصوصها؟ الشيء اللي أنت عملته من قبل بنتك هلأ صارت بدها تقلده كمان. ايه الحق معك يا اختي، بس صدقيني يلي صار غريب كتير حتى ما قدرت افكر. كان فيك توقفها عند حدا. ما عم بفهم انت كيف هيك بتتصرف. غريب كيف بتتصرف على كيفها وابوها ما بيمنعها. طبعا بكل الاحوال انا ما دخلني فيك، بس نحن قلنا سمعتنا وحكي العالم بهمنا كتير بصراحة. وهالقصص اللي عم بتصير معكن بتأثر على سمعتنا وقيمتنا بين الناس، وما بدي بيلا تلتقي بسارة أو أنت تأصر عليها. عن إذنك. بس شوفي إحسان، قلي مين كان عم يتصل فيك؟ هاي حماتها لبيلا. حماتها لبيلا؟ وشو يلي كانت عم بتقوله؟ عرفت بقصة زواج سارة واتضايقت. إحسان أنا كنت مفكرة هذا الشيء ما رح يأثر على علاقة سارة وبيلا ويتزعلوا. لا أنا نمناح. أنا عندي ثقة بسارة. بس شو؟ تفضل واعطيني إلي. تفضل. صارت الدنيا ليه ولسه زاهين ما رجع؟ وين المشكلة؟ هلأ بيرجع ويتأخر. شو يعني؟ لا تخافي. اي مقابلته اليوم كانت مهمة ومشان هيك راح. آخ، حتى بعد ما صار ابني صهر إحسان حياة لساته عم يدور على شغل. اي معهم حق، أساساً هنن مو زنبون، هيك الوضع والمفروض يتأقلموا. كيف يعني معهم حق؟ معقول بيقلعوه من الشغل؟ بنته هي يلي كان بدها هيك. زاهين رح يلاقي شغل، لا تخافي، هو بيعرف منيح كيف يتعامل مع مسؤولياته ويدبر حاله. يلي ناقصه بس يكون معه مصاري. شو بيعمل بلا مصاري؟ بس لازم يكون بإيده شوية مبلغ. أبي أنت بس دعيله يلاقي وظيفة تكون منيحة ومريحة. صعبة علي اتحمل كل المصاريف لحالي بهذا البيت. ابني على طول عم ادعي له، لا تقلق انت، طمان خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ابني وين كنت لهلا؟ تأخرت. امك خافت عليك كتير.
أنا منيح، لا تقلقوا. زاهين، كيف كانت المقابلة؟ أخي، الشغل ماشي حاله، بلشت بشغل صغير. الحمد والشكر إلك يا رب. كل هاد عم يصير بسببي؟ أنت خسرت وظيفتك وسمعتك انتزعت بسبب وهاج وشازمة، وصار الوقت لتحكي بقى مع بابا. لازم تقله هو. لا الأستاذ إحسان، أنت ما بيوثق فيكي، فكيف هو رح يوثق فيني؟ بصراحة حتى أنا ما بعرف شو براسهم وشو عم يخططوا. أنا عم أفشل، محتار شو أعمل. هن الاثنين بيعرفوني عم أفشل ومن دون ما يعادوني، بس أنا ما رح أستسلم. سارة، الله عطاني هالوظيفة وبعدين بشتغل بمكان أحسن وشوي شوي تتحسن أمورنا أكتر من هيك. إيه؟ يعني صح بدها شوية وقت، بس أنا بوعدك إني أكيد رح أكشفهم على حقيقتهم كلهم قدام أحسن. بس أنا خايفة كتير علي لبابا، هو لحاله ما حدا معه. أنا بدي أشرح له خطتهم الوسخة بأقرب وقت بصح لي. أبي هلأ بخطر بسبب هالاثنين. ليك كيف رح نخليه يوثق فينا؟ أنا ما عاد فيني أتحمل. ما بصير تتهوري يا سارة، وإلا منوع بمشكلة. إذا رحنا لعنده من دون دليل ما رح نستفاد أبدا. هو ما عم يصدق إلا شازمة وما عم يفكر إلا مثله. بدي حل كل شي بالأول وبعدين منروح منحكي معهم. برأيي أنا يلي لازم روح وأحكي معه. بدي روح شوفه وأعتذر منه عن يلي صار. أنا مو قدرانة بقى عيش بهذا البيت. أنا رح أختنق هون. أنا رايح لهنيك بس كرمالك. ها أساساً أنا تعبت من كل هاي القصص. سارة مرجاء، مو أنا وياك واحد؟ معقول بدك تتركني لحالي بهيك موقف؟ لازم تدعمني دائما. كل شي صار قدام عيونا. أنا ما بدي منك ومن مرت عمي غير إنكم تحكوا مع أبي اليوم ليرجعها لسارة. شو؟ بدك نحاكي ليصالحها لسارة؟ أنا بعرف ما فيني إجبرك تحاكي تقنع سارة. لو سمحت ليك بترجاك احكي اليوم مع أبي، بلكي بترجع سارة. هو لا يروح يصالحها بس يرضى بتجي لحالها على البيت. كل العالم عم تحكي بالقصة، ما بدي يصير هالشي. لو سمحتي لا تدخليني بهي القصة تبعها. أمي زعلانة كتير ومعصبة من هي القصة. أختك عم تغلط كتير ولازم تتحمل نتيجة أغلاطها كلياتها. صبرا ليكي، طلبت من شوي أكل صيني بس يجي جيبي لهم فورا. حاضر مدام، أول ما يوصل رح جيب لك يا لهم. تمام. أمي، يعني قولي لي ليش ما بتضلي اليوم أنت وأخي عندي؟ بوعدك رح حضر لك أكل كتير بتحبي. موافق، بعرف رح ننبسط كتير. أنت خراس، شو رح يفكر إحسان إذا أجا ولقانا ببيته؟ لا تفكري بإحسان، أساساً ما رح يجي لبكرة يمكن. عن جد؟ طيب لكان رح نضل هون وننبسط سوا. لك شبك رح تاكل كل شي، خلي لنا شوي أنا وأختك. لسه في كتير؟ لا لا، أختي رح أعمل نظرة على البيت. إيه؟ طيب إيش أزمة؟ إذا بدك يانا نضل، برأيي أنا خلينا نروح نحن وياك عشي مطعم بالليل. فكرة حلوة، أنت شو رأيك فرهاد؟ إيه أختي، يعني ليش لأرفض هالفكرة؟ بيتنا كتير ضيق وصغير،
والله العظيم بمل لحالي، وهاد بضل مع رفقاته كل الوقت لحالي، واوقات بقعد بتفرج على التلفزيون. شو رايك تشتري لنا بقى بيت كبير؟ شو يعني بضل انا اجي لعندك؟ عم بتعب كتير، وكمان تعبت وانا اجي بتاكسي. شو هالحاله هي يا ربي؟ لو ساكنه قريب عليكي غير، شو رايك؟ لا تخافي. اهلي صاير شي؟ وين بابا؟ ابوك هلا مانو بالبيت، راح لحتى يزور مصنع حيدر اباد، واليوم رح يضل هونيك. بس انتو ليش هيك اجيتوا فجأة؟ هاد بيكون بيت ابي، يعني بيتي، فيني اجي باي يوم باي وقت بدي اياه. اكيد لما انا بدي اجي ما في داعي اني خبرك او اخذ اذنك. ما هانجد بس للاسف ابوك هلا مانو بالبيت. إذا بدكم فوتوا لجوا وارتاحوا، أنا هلأ رح أبعت لكم الشاي وبعمل لكم شي تاني. شاي منيح ولا شو؟ ليكي اسمعيني منيح. خلاص بيلا، الأحسن نجي وقت يكون عمي موجود بالبيت. بس هي أنا قلت خلاص، ما عاد رح أتحمل زل أكتر من هيك. بس سارم يلا خليني أحكي. الله معكم. شازمة من وين طلعوا لنا هدول هلأ؟ سارم استنى بس شوي، شو ما شفتها كيف قاعدة هي وعائلتها وأخذة راحتها على الآخر؟ وسارة هاد بيتها والمفروض تكون هي اللي قاعدة فيه. اسمعي، هذا مو زنبون يا بيلا. شو قصدك؟ من حق على شازمة تسكن بهالبيت، والحق على سارة. لو سمحت سارة لا تحكي على أختي بهالطريقة. يلا خلينا نروح، ما في لزوم إنه نضل هون، منحكي لما يرجع عمي. والأحسن برأيي نشوفه بالمكتب، رح ناخد راحتنا. يلا لنروح. يلا تعالي. إليلي كيف هالكنة الجديدة؟ سمعت إنك عم تخدميها منيح. ما فهمت، وليش أنا بدي أخدمها يعني؟ مرت عمي طول الوقت معها. تعرفي إنه هاي البنت ما بتحترم حدا بهالبيت، وحتى زوجها زاهين ما بتحترمه أبدا. غريبة. شو قصدك؟ وليش هيك بتضل تعامله؟ لو بتحبه ما بتعمل هيك شي. قلتي لي بتحبه ما؟ أنا حاسة إنه في شي سر مخبى، شفتها أكتر من مرة عم تهين زاهين، هي ما بتحترمه بالمرة. عن جد؟ ليش هيك؟ إيه عن جد، ما بتوقع إنه هي البنت الغنية رح تضل عايشة بهالبيت. أكتر من شهرين ما رح تضل، من لما شافت كيف وضع البيت اكتئبت ومدري شو صار لها فجأة. لو تشوفي كيف كل يوم بيتخانقوا مع بعضهم. وأمه لأنوار بتضلها لاحقتها، ما بتعرف شو تعمل لحتى ترضيها. مثلاً في مرة مرضت، راحت هي وعمي وصاروا يخدموها، بس لو تشوفي كيف كان منظرهم. وزاهين كان رح يموت بس لأنها كانت مرضانة. ايه وليش هيك؟ بس لأنه هي غنية يعني؟ بتعرفي إذا هو بيضايقها شوي؟ أكيد بيوقع بمشكلة كبيرة. أنا أبداً ما توقعت إنه زاهين من هذا النوع يا أختي. هو لسه ما بيعرفني، بدي انتقم منه. الشي اللي هو عمله فيني ما رح أنساه بحياتي. طولي بالك، أنا كمان عم بستناكي لتنتقمي أختي. استني لتروح حي الحية من هون، وقتها بتشوفي كيف رح جيبك بدالها. فيكي تطمني، لأنه أمنية أختك رح تتحقق عن قريب يا روحي. ما رح طول بالقعدة هون، أصلاً مين بيحب يقعد هون؟ أنا كنت عم بحكي مع أمي، شكلك فهمتي غلط. أبداً ما بيهمني مع مين عم تحكي، اجيت لهون لحتى قلك أنا جوعانة كتير، تقدري تعملي لي قهوة وتوست؟ أنا مالي خدامة عندك، وأنتي مو قاعدة بفندق لتطلبي كل هالطلبات. إذا جوعانة تعالي وكلي، المطبخ قدامك، أو فيكي تروحي لعند خالتي وتقلي لها. بعد حفلة العرس بأسبوع كل البنات ببلشوا يطبخوا ببيتهم. شو مفكرة حالك أميرة ما بتطبخ وما بتشتغل شي؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ زاهين قال لي إذا كان بدي شيء قلك، ليك حاكيتك، ليش لا تعصبي؟ ليش معصبي يا بنتي؟ ها؟ إذا حابة شي تاكلي أنا بعمل لك يا. قولي لا تحكي معي باحترام خالتي، رح أتحمل طريقتك بالحكي لأني ضيفة هون. بس بأقرب وقت أنا رح روح من هذا البيت. شو يعني أنتو ما بتحترموا الضيف عندكم؟
ليش أنا شو حكيت معك لتعصبي بهي الطريقة؟ طولي بالك، قلت لك إذا جاي على بالك شي عملي بإيدك. يعني هي أنا قدامك بعد أسبوع من عرسي بلشت أطبخه، قلت لها على القليلة بس اطبخي اللي جاي على بالك تاكلي بشغلطت. شبكون عم تتخانقوا على الطبخ؟ قليلي بنتي شو جاي على بالك وأنا بطبخ لك. ما عاد في داعي، ما عاد ضل بهذا البيت دقيقة واحدة. قليلي شو كان في داعي تحكي معها بهالطريقة البشعة هي؟ إذا طلبت منك أي شيء أنت لازم تعملي خير. شو صار لك؟ إيه هي أساساً ضيفة عنا، أما أنا من أهل البيت، بس هذا ما بيعني إنه أنا ضل عم بخدمها. بالأخير خالتي أنا ماني خدامة عندها لهي. لك تضربي. اسمعيني يا بنتي، اهدي حبيبتي لوين رايحة؟ وقفي شوي. مو مهم وين ما رحت، ما رح ضل هون. يا بنتي سرعة صابر، روح وراها لا تخليها تروح. رح روح. سارة حبيبتي وقفي شوي. وانتي ما كان فيكي تعملي لها اللي بدها اياه وبلاها هالقصة؟ ما فيكي تتعبي حالك شوي؟ وهلا شو بدي اقول لزوجة زاهين؟ قليلة ادب. يا الله زاهين رجع على البيت بقى. لو سمحتي اسمعيني شوي، انا بعتبرك انتي ام الي مانك حماتي، واذا انتي بتحكي معه لبابا هو اكيد بيسمع منك. لو عن جد بتعتبريني امك ما كنتي بتخبي علي ابدا. سمعت من العالم مو منك. اللي صار صار. انا يلي قلت لها ما تخبرك شي ما كان بدي ضايقك بوقتها، فلا تعصبي منها رجاء لو سمحتي. انا انصدمت كيف هيك صار. بعرف انه اختها ساره بنت عاقله وواعيه، كيف بتتزوج الشوفير تبعهم؟ ما عم بقدر صدق بالمره. صدقيني الموضوع مانو هيك، هنن ما كانوا على علاقه قبل. لو سمحت وضح لها القصة سارم. سارة تزوجت لأنه كان عندها ظرف ومجبورة. ما بدي أسمع منك ولا تفسير لعملتها. أبوك كتير معصب كمان هلأ. أنا بعتذر، ما رح أتدخل بهي القصة أبداً حبيبتي. بيلا سارة شو اللي صار؟ شو احكي لي؟ ولا شيء، انا تعبت كثير. تعبت. قلي لي شو صاير. ابي كان لازم انه تمنعوها وتحكي انت وياها، ليش تركتها؟ ايه انا لحقتها وسأل لأمك بس ما لحقتها لما راحت. صعب كتير الواحد يتعامل معه هالبنت، شايفة حالة كتير. شبانة سكتي، شايف الكل هون متوتر. هي وين ممكن تروح؟ طيب خبروني شو صار معكن. شو؟ شو قالت لشبانة؟ أنا؟ يعني شو بدي إلا لتطلع من هذا البيت هيك؟ هي أمك موجودة فيك تسألها. لازم الشخص يكون صبور ويتحمل. أنا ما قلت لها غير هيك، قلت لها تعمل أكل لحالها وبس. معقول تترك البيت يعني؟ بس لا، وحدة مثل هاي البنت ما بتقدر تقعد بمثل هيك بيت. مو مبسوطة بهالبيت، برأيي لازم بقى تطلقها وتعيش لحالها. ما بدها تعيش معنا؟ لك شو هالحكي اللي عم تقوله لابنك يا صابر؟ معقول يطلقها لسارة ببساطة؟ مستحيل، هالحكي مرفوض. خلاص سكر على الموضوع. زاهين أبداً ما رح يترك سارة. يا زاهين أنت عم تسمعني ابني؟ اوعك تطلق مرتك. طيب ماشي أبي، ركز معي شوي. بس قلي هي قالت شي قبل ما تروح من هون؟ أبي يعني قالت شي؟ قلي بترجاك تذكر. ايه أنا سمعت عم تقله للشوفير على المحطة الرابعة. الحمد لله. شو ابني عرفت وين هي ممكن تكون؟ ايه هي راحت عبيت اختها. الحمد لله. منيح، اكيد رح تتحسن لما رح تقعد عندها. يعني انت تزوجت الشوفير تبعك بالسر وبتقولي حكينا غلط؟ انت دائما بتشوفي اي شخص غلطان بس ما عم بتشوفي اغلاطك ابدا. خليتينا كلنا نفوت بميت مشكله. لانه بصراحه كانت حاله الام سيئه كثير، بس قدرنا نساعدها
ومع الأسف خسرنا الجميع. سارة بترجاكي لا تبكي، انتي عندي هلا، ما في داعي تخافي من حدا حبيبتي. انا رح اشرح للكل ورح ابقى عطول قاتل بصفك، بكفي بكي. هالشي مو سهل اختي، لأمت فيني ضل بيلا، يعني ما شفتي حماتك؟ هي ما تعشت معنا حتى، وما أنا مرتاحة كمان، هي مزعوجة بسبب وجودي هون. لا سارة الموضوع مانو هيك، انتي فهمانتيها غلط، هي مريضة ولازم تتجنب كم أكلة، عندها حمية يعني. بيلا بس بترجاكي دوري لي على شي بيت، أنا عم بقرف، ما فيني عيش ببيت زاهين لأنه ببين مثل حاوية الزبالة. بيلا خلي سارة تطلع على الصالة. سارة بدك تسمعني شوي، سارة هي اختي وفيها تضل قد ما بدها قاعدة عندي بالبيت، خبر امك هالشي، هي ما بصير تعترض ابدا. انا معك هي غلطت، بس هي هلا بحاجتي بهيك ظرف، وما فيني اتركها لحالها بهالحالة. قلي شو قررت؟ بدك تشتغل؟ أنا معك إنه هاي الوظيفة ما أنا من مستواك ولا من تعليمك حتى، القرار عندك. أكيد. شوف أخي، إذا رح أنقبل وحتى براتب أقل مو مشكلة عندي، يعني أحسن من ولا شيء. وهلأ بالنسبة إلي هالوظيفة هي نعمة كبيرة. هذا الحكي الصح، وبهالوقت خليك عم تدور على وظيفة أحسن من هاي، وإن شاء الله تتيسر معك عن قريب. إن شاء الله. حكيت مع أحسان شي؟ لا لا، ما بدي أحكي لحتى ظبط أموري. صراحة حالياً أنا مالي سأل غير على الوظيفة، وما بعرف حتى مستقبل علاقتنا أنا وسارة كيف ممكن يكون. كأنه بلشت تحبها. شوفي، ما بدك تجاوب يعني؟ الموضوع ماله هيك، ما بعرف شو بدي قلك. بصراحة أنا حابب يصير معي شغلة، وهي إنه تضل معي وما تروح، يعني تضل قريبة مني دائماً وبدي تعيش معي. أنا رح أكون مبسوط كل حياتي وقتها. خلص، لكن معناها واضح إنك وقعان بحبها، هالشي باين عليك. الحب أحلى شيء بالحياة يا أخي، أصلاً ما في داعي تخجل، هي بالأخير مرتك، إذا ما حبيتها مين بدك تحب لك؟ هم أخذت قرار سارة؟ سارة أنا عم حاول أشرح لها شو لازم تعمل، بس هي سارة صار لعنا 3 أيام. خبرتي أبوك إنها هي هون؟ لا حماتي، أنا طلبت منك إنك تحكي مع أبي. وأنا رفضت إني أحكي مع أبوكي، شو نسيتي بيلا؟ ليكي بنتي، أنا مالي علاقة بأموركم الشخصية، بس يعني إذا أنت وعيلتك كنتوا رح تأثروا علي أو على عيلتي، فما رح أضل ساكتة. أختك سارة ما أنا بنت صغيرة، كانت واعية كتير وقت اللي عملت هيك، وهي اللي وصلت حالة لهون، هي المسؤولة عن حالة وعن قراراتها. بنتي أنا ما عم بفهم ليش كل هالدراما اللي عم تعملوها.
ليكي اسمعي مني ورجعيها على بيت زوجها بيكون أحسن. لازم البنات يعيشوا ببيت زواجهم مو ببيت أخواتهم البنات. سارة هاد بيتي كمان، يعني ما إلي حق تضل أختي عندي كام يوم لترتاح شوي؟ بيلا ما في داعي تخافي علي وتعملي مشكلة بسببي. وانت سارة حضرتك بتعرف كتير منيح أنا ليش تزوجت من زاهين وشو كان بابا عم يعمل فيني من ورا مرته شازمة، وما حكيت شي ولا دافعت عني وحكيت لخالتي هالشي. يعني لازم الواحد يدافع عنك؟ وكأنك انت اللي انجبرت تساوي هيك تصرف طفولي وطايش. انت بنت متعلمة وواعية تعرفي الصح من الغلط، ورحتي أخذتي هداك الشوفير. أنا ما شفت هيك وقاحة بكل حياتي. أنت هنتينا كلياتنا بهيك حركة غبية. أوعك خالتي، لو سمحتي أنا بحترمك كتير، بس أحسن إلك إنك ما تحكي بأموري. أنا ما بسمح لحدا يحكي بأموري الخاصة والشخصية. خلاصي سارة، ما فيك تحكي مع أمي بهي الطريقة. بعدين شو هي الأمور الخاصة؟ إنه هي عم تقلك إنه أنت غلطانة؟ أنا ما حكيت شي أخي سارم، خالتي عم تحكي علي بطريقة غلط. يعني انت تزوجت الشوفير تبعك بالسر وبتقولي حكينا غلط. انت دائما بتشوفي اي شخص غلطان بس ما عم تشوفي كل اغلاطك. خليتينا كلنا نفوت بميت مشكلة. بتضل تقول سارة غلطانة بدون ما تراعي وضعها حتى. شو بدك ساوي؟ بدك اسمعك عم تحكي عن اختي وضلني ساكت لك؟ اذا وقفتي بصف سارة ضدي فما رح مرق لك ياها على خير. ليك انا ما اجيت لهون لحتى اكون عبء عليك اخي سارم، اجيت لزور اختي وبعدين بيلا رح تأمن لي بيت حتى اقعد فيه. وزوجك ممكن يأمن لك بيت حتى تسكني فيه، بس ليش بيلا لا تتلبك بهالقصة؟ هاد اسمه استغلال، هي مو مسؤولة عنك ابدا. انا قلت لاختي انه تساعدني وما طلبت منك. تعي بهدليني كمان، انا ما بعرف انك وقحة لهي الدرجة. شو هالبنت هي؟ شايفين كيف عم تحكي معي ومن دون خجل كمان؟ أنا ما فيني أتحملها بهذا البيت ولا دقيقة. سارم حماتي عم تكبري الموضوع، سارة ما حكت كلام غلط. لوين بدها تروح وهي بهي الحالة؟ عم بتدافع عن أختك قليلة الأدب وتوقفي ضدي؟ خالتي أنتي بيتك كبير، ممكن تخليني أقعد وبضل بس شي كم يوم تاني؟ إذا سمعتي رح تتضرر بسبب شخص معين فأنا ما رح أرضى إنه هذا الشخص يضل ببيتي أبداً. وبيلا شرحت لك الموضوع، أنت لازم تفهميها لأختك بطريقتك. حماتي شو بتحبي؟ اترك أختي لحالة وتخلى عنا بهالظروف؟ يلا إلي لا تروح من هون وهلأ. تروح بهالوقت المتأخر؟ اتصلي بزوجها دقي له على موبايله خليه يجي ياخدها. لا تخافي علي بيلا، إيه؟ أنا رايحة. شو انتي جنيتي؟ ما رح اسمح لك تروحي هلا. حماتك قلعتني وما بدها ياني، ما رح تخليني بالبيت. تعرفي بيلا بيته لزاهين صغير وما فيه شي، بس الكل بحسهم بيهتموا فيني كتير. لهيك غلطت وقت اللي تركتهم. انا غلطت، رح روح. بيلا سارة، سارة سارم بترجاك احكي معه. سارة اسمعيني شوي. سارة اسمعيني لك، وقفي وحاكيني. سارة شو صار؟ اخي سارة يا روحي انتي. بيلا أخي سارم، بيلا حاكيني حبيبتي، طلعي فيني أختي. بيلا Thank you.
هيكي انت رح تكوني مسؤولة اذا صار شي لابنه لسارم لا سمح الله. هذا كله صار بسببك انت، خليتي مرت ابني بهي الحالة الصعبة. لك هيك الاخوات بيكونوا؟ شو صار سارم؟ كل شي منيح؟ بيلا بالغرفة. شو جابك لهون؟ كل هاد صار بسببها لسارة، وإذا بيصير أي شيء على مرت ابني أو حتى على ابنها فما رح سامح بنتك أبداً. سارة؟ إيه، الله بيعلم شو عملت مع بيلا لحتى وقعتها على الأرض. شو اللي جابك؟ لا لازم أسألك بالأول، شو كنتي عم تعملي ببيت بيلا؟ خبريني. أبي إذا بتريد سامحني. إذا صار أي شيء لأبنا لبيلا ما بدي أشوف خلقتك طول ماني عايش، فهمتي ولا؟ أحسن شو عم تعمل؟ نحن بالمستشفى. ما رح يصير شيء لبيلا، ما رح يصير شيء لأختي. أنت كيف بتتجرأي وبتروحي على بيت بيلا؟ أنا عم بسألك سورة كيف؟ أنت ليش ما بتتركينا بحالنا؟ صحتك مو منيحة، خلص حاول ما تعصب بقى، بترجاك أحسن. مانك شايفة اللي عم تعمله؟ بهدلت أبوها وعرضت اختها للخطر. خلص اهدى وتعال معي، تعال يلا عود هون، عود، طول بالك شوي، معلش لا تعصب. هاي الدكتورة. لأنه بصراحة كانت حالة الأم سيئة كتير، بس قدرنا نساعدها، بس مع الأسف خسرنا الجنين. خليها تروح من هون، خليها تروح وما تورجيني وشها، أو هلأ رح أعمل شي بحالي. إلا تنقلع من هون. لك أنت شو عملتي؟ لساتك واقفة هون؟ روحي من قدامي، لك قبل ما تجينا الجلطة روحي، يلا روحي من خلقتي. شبك أحسن؟ أنت مانك منيح، بروح جيب لك مي. ثواني ليكني راجع. سارة. لما بتتحديني رح خليك تصيري شحادة. انت خلص قربت ارتاح منك، وعم استنى بيلا لتخلص حملة ليجي دورها. مسكين هالولد ما شافها لهي الدنيا، وهلأ صار دور بيلا. مو طبيعي شو انك حقيرة، انا ما رح اسكت لك، فهمتي؟ خلص بس روحي هددي شخص تاني مو انا. اسمي شازمة، لا تنسي لها الاسم بنوب. باليوم يلي رح يكتشف فيه بابا حقيقتك هي، فكري بالشي يلي رح نعمله فيك. امتى رح توقفي عن أحلامك الغبية هي؟ بدي اياك يلا تخافي على حالك يا حلوة. وين رح تروحي حبيبتي؟
سارة؟ أنت منيحة؟ جيت لحتى أخذك على البيت وعرفت إنه الكل بالمشفى. شو كل شي منيح؟ ليش كلكم بالمشفى؟ شو سارة أنت ليش عم تبكي؟ قليلي حدا زعجك بشي؟ سارة خبريني مين اللي بكاكي احكي. بيننا ابننا لبيننا مات بسبب زاهي. Ha ha ha.